بعد الكابوس الذي عاشته الجماهير البرازيلية في مونديال 2014، وبعد الحسرة الكبيرة على منتخب أهين فوق ميدانه وأمام جماهيرها إثر الإخفاقات المتتالية آخرها في كوبا أمريكا، ها هي الروح تعود من جديد لمنتخب سيليسو. فلا أحد من متابعي منتخب السامبا في الأشهر الأخيرة ينكر أن المنتخب يقدم عروضا قوية توجها بانتصارات متتالية بأداء جيد وروح عالية لمجموعة شابة تمكنت من عكس صورة جميلة وانطباع جديد عن المنتخب. هذا المنتخب أصبح يتصدر التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا ب21 نقطة بعدما سجل رجال مدرب تشيتشي انتصارهم الرابع على التوالي. هذا المدرب الذي أصبحت لمسته واضحة لدى الكثيرين يلقى إجماعا على أن طريقة لعب منتخب السامبا ونتائجه تحولت جذريا منذ استلامه مفاتيح القيادة بشخصيته الهادئة، بالإضافة إلى العلاقة الجيدة التي تربطه باللاعبين. كما يعود الفضل كذلك لنجم المنتخب الأول نيمار دا سيلفا بشخصيته القيادية، مراوغاته الرائعة وأهدافه الجميلة، مساهما بذلك في تبوؤ القمة ليفتح المنتخب البرازيلي صفحة جديدة في طريقه إلى مونديال روسيا.